الفرنسي مع صف اليسار وصفقت تعال. وهناك دول اخرى عبدلت العقوبة وجعلتها مثل عقوبة الكبير، وهي موقعة معنا على المعاهدات. ومن أمثلة هذه الدول ألمانيا، إنجلترا، إلا أنها طبقت حكم الكبير على من؟ على الحدث الجانح في المرحلة العمرية ما بين 16 سنة و 18 سنة، لأن هذه المرحلة بتصدر من الطفل فيها أو من الحدث جرائم بالخطورة من مكان، مثل جرائم العبد والشرف وجرائم القتل العام مع سبق الإصرار والترصد وجرائم استخدام الحدث في الأعمال الإرهابية.